الشيطان كان بيرهبني بقي تحت قدميه. ربنا يشتاق ان يعطيك ذاته لكي تحمل في داخلك روح القوه، روح القوه، روح التسبحه، روح الخلاص. بشر احساساتي سواء في القداس او في البروسيشن الدوره بتاعت القيامه او في اي دوره الاعياد القديسين، احساساتي الداخليه ان في موكب مسرع اللي قال عنه معلمنا بولس الرسول تحت قياده المسيح، وجيش زي ما بيقول عنه سفر المشير عن اورشليم كجيش بالويه، جيش جبار. ولذلك احس الكنيسه في صلواتها، في عبادتها، في كل تصرفاتها تحمل روح القوه، تمثيل الجيش اللي فيه روح القوه، روح التسبحه، روح الفرح، روح الخلاص. بالاخص من بسمع اجوره يا ملك السلام، لحن اجوره مشعر ان ده اللحن الملكي او اللحن العسكري الالهي اللي فيه كل نفس بشريه عامله كده زي مجموعه من الضباط واقفين يتغنوا بروح الله، بروح عسكريه قويه فيها روح الغلظه والنصره، يغنون لملك الملوك ورب الارباب اللي يقول أنا قد غلبت العالم. أوعى حبيبي في يوم من الأيام يحطمك روح اليأس. أوعى تطلع من بقك كلمة أنا غلبان. أوعى تطلع من بقك أنا ضعيف. دايما قول في أعماق قلبك قوتي وتسبيحتي هو الرب فصارني خلاص. حصيان النبي مرة طبعا تحت السد موجود في باب المسجد، ملك حصيان حبيبي عايش في وسط ناس انشغلوا بالعالم حتى هم المسيحيين، وانا ككاهن شغل مارس الكهنوت لاني مسجد واسمع عن اورشليم انها مهدمه وكل اسوارها وقعت وبيت ربنا خربان والكهنه انشغلوا بامور ماديه والشعب استغلوا الفقراء واستعبدوهم حتى اخواتهم اللي من ذلك ينسبوا. ايه ده؟ متهيألي دموع حسقيان لم تكن تفارقه، كان يئن زي أرمية يقول أوجاع قلبي 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 أحشائي أحشائي توجعني، ويقول عن قلبه إنه داب كالشمع وإنه ينابيع دموعه لا تجف، يا ليت رأسي ينبوع دموع لأبكي على تكلى بنت شعري. ملكم ملك حسقيان، ملك أرمية، أنت تعبان، شعب تعبان، كهنة تعبانين، بيت ربنا خربان، شعب تحت السد، نروح فين؟ أرمية كان قبل السد مباشرة، لكن حسقيان عاش في السد. ربنا ندى حسقيان، أنت حبيبي مالك؟ قال له تعبان، قال له أنا قوتك، وأنا تسبحتك، وأنا خلاصك. قال له بس مش شايف حاجه، قال له تعالى فرجني. يقول فأمرني على إيه؟ عداه كده قال له عدي على حته وادي كله عظام جافه. قال له ماذا أنت رائي يا ابن آدم؟ قال له شايف عظام جافه. قال له أتحيا هذه العظام؟ هو ده الشعب. بيعض بيت الكنيسة، بيت عظم جاف مبني في بقعة ملهاش حتى
قبري بالماء. ايه رايك يا حسقيان؟ قال له رب اقول لك الحقيقه انت تعلم، مش هديك اجابه. فبدا ربنا ينادي ويصرخ، وبدات العظام تتحرك، وصار فيها عصب وصار فيها روح، وقال كده: اخرجوا يا شعبي من قبوركم، اخرجوا من قبوركم. هتعمل فيه ايه؟ العنهم جيشا قويا جدا جدا. ايه ده؟ العظم المكسر المرمي اللي في بقعه كده محدش سائل فيه، اللي محدش عايز يلمه حتى في معظمه ولا في مقبره صغيره. الله يخرج منه جيشا قويا جدا جدا. ايه يا رب؟ هل يا رب ممكن تبص ليا لاني تحولت الى عظام جافه؟ تحولت يا رب الى عظام مرميه في بقعه، ابي وامي قد تركاني، كل الناس نسيوني. في حيرتي قلت ان كل الناس كاذبون. يقول لي: ولا تخاف، ما تخافش، انا اصدر اوامري، انا اسكن فيك، انا احولك من عظام جافه مرميه الى ايه؟ احولك الى جيش عظيم جدا جدا مهول كما بأبويه. مره ثانيه حسقيان في وسط مرارته، ربنا قال له: يا حبيبي انت تعبان؟ قال له: تعبان. قال له: اكذب عليك؟ قال له: تعالى افرجك على المنظر اللي انا بعمله. فعدى ربنا على طريق، فلقي ايه؟ لقي بنت مولوده حديثا مرميه في دمها. مامتها قرفت منها، مش عايزاها، لا ليها اب ولا، وامها مش طايقاها، ورموها في الشارع على الطريق ومليانه كلها بدمع. على بيت عيلها محدش لبسها، جعانه مفيش ام حنينه توضحها، شكلها قبيح لانها لسه في المخاط بتاعها في الدم بتاعها. ايه ده يا رب المنظر ده؟ وصلت البشريه للدرجه دي انها بقيت الام تبني بنتها في الشارع؟ انا قبل نسمع كتير عن الامهات اللي بيقتلوا اطفالهم. وبعدين عدى عليها ربنا وقال لها: زمنك زمن ايه؟ زمن الحب. زمن الحب، تحب بنت صغيره في دمها عريانه مرميه في الشارع، ما فيش حد بيسال عليها، منظرها قبيح. قال: ده شغلتي انا بقى. اخذها غسلها وطهرها ودهنها بالزيت ولبسها المطرز واكلها السميز، ويقول كده ايه؟ وسكب جماله عليها: فجملتي جدا جدا وصرحت لمملكه. اشرق نوره عليها فبقت مليانه بهاء، واللبس اللي لبسولها بقي منور، والاكل اللي وكلته بقت سمينه وفرحانه ومهيسه. وانا دلوقتي ابقى ايه؟ قال: اخليكي عن يميني، تبقى الملكه الجالسه عن يمين الملك. مكاني ومكانك حبيبي عن يمين ربنا، مكاننا عن يمين ربنا. ليه نترمي على يمين انسان؟ ليه نتذلل لشخص؟ ليه نمد ايدينا نشحت من شخص؟ زمنك زمن الحب. الله احبك واحبني واعطاك ذاته واعطاني ذاته. النهارده يا ربي من كل قلبنا ليس لنا الا ان نسبحك
قوتي وتسبحتي هو الرب فصار لي خلاصا. إلهنا الحي يفتح عيون قلوبنا لكي يحول الأعماق إلى مساكن الأبرار، يخرج منها صوت التسبيح والتهليل. نتمتع بإلهنا إله القوة، ونتغنى بروح التسبحة، ونشبع من عمله الخلاصي. لإلهنا كل مجد وكرم من الآن للأبد. Yeah, man, what is it?
ابنك الحبيب عن حياتنا ومن أجل خلاصنا. نسألك يا سيدنا أنعم علينا، نحن عبيدك في كل زمان حياتنا التي على الأرض، لا سيما بالأكثر الآن بحاسة غير ذاكرة للشرور الأولى ونية لغيرها وأفكار صادقة وقلب محب للإخوة، لكي نهرب من شبه يهوذا الخائن، إذ نعطي قبلة روحية وإذ صالحنا بعضنا بعضا بالطهارة مثل تلاميذك القديس للرسل، نتطهر ونتقدس من قبل وساطة روحك القدوس. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة والى الشرق انظروا. غير المرئي غير المحوى غير
الأحد غير المفحوص غير المستحيل خالق الكل مخلص الجميع غافر خطايانا منقذ حياتنا من الفساد مكللنا بالمراحم والرافات أنت الذي تسبحك الملائكة ويسجد لك رؤساء الملائكة أنت الذي يباركك الرؤساء ويصرخ نحوك الأرباب أنت الذي تنطق السلاطين بمجدك أنت الذي ترسل لك الكراسي الكرامة ألوف ألوف وقوف قدامك وربوات ربوات يقدمون لك الخدمة أنت الذي يباركك غير المرئيين أنت الذي يسجد لك الظاهرون ويسمعون كلهم كلمتك يا أجنحة للآخر فبجناحين